المهاجرون الأفارقة والاندماج في المجتمع المغربي من تحدياتنا القانونية والاجتماعية التي نرفعها على الهواء مباشرة، وأفهم ما ينتظرنا وتحدي لنا جميعا. مرحبا. بالموازاة مع الانفتاح السياسي والاقتصادي الذي تعرفه حاليا العلاقات المغربية بالدول الأفريقية جنوب الصحراء، أصبح المجتمع المغربي يعيش تلاقحا ثقافيا مع ثقافات هذه الدول، وذلك بفعل هجرة عدد كبير من الشباب الأفريقي نحو المغرب، سواء من أجل العبور إلى الضفة الأوروبية أو الاستقرار به. فكل المدن المغربية الكبرى أصبحت تضم جاليات مختلفة من الدول الأفريقية جنوب الصحراء، وغايتنا اليوم تصب إلى معالجة مجموعة من الأسئلة في مقدمتها: هل المجتمع المغربي يتعامل إيجابياً مع المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء؟ ما هي الصعوبات والتحديات التي تحول دون اندماج المهاجرين الأفارقة في المجتمع المغربي؟ ثم ما هي الاستراتيجيات الكفيلة بإدماج هذه الفئة المهاجرة داخل ثقافة المجتمع المغربي؟ أسئلة من ضمن أخرى نتطرحها رفقة ضيوفنا الكرام، وأرحب بالأستاذ الحسين بكار السبعي، محام وباحث في شؤون الهجرة وحقوق الإنسان ورئيس مرصد الجنوب لحقوق الأجانب والهجرة. مرحبا سيدي وصباح النور. مرحبا سيدي الفاضلة، سعيد بكم وبمشاهدينا الكرام. مرحبا مرحبا، شكرا. كما أرحب معنا بالدكتور محمد بشرى عيسى جي، رئيس الجامعة الأفريقية العربية الإسلامية القاضي عمار فال بالسنغال عن بعد، ورئيس المنتدى العالمي للأبحاث والدراسات الأفرو عربية والإسلامية. مرحبا سيدي، شكرا. مرحبا بك فضيلة الصحفية القديرة، وشكرا. مرحبا نورتني، شكرا جزيلا. أبدأ معكم أستاذ سبعي، يعني إدماج المهاجرين الأفارقة بالمغرب قد تفرض ضرورة إعداد استراتيجية مندمجة قد تشرك جميع المتدخلين. ما هو المسار اليوم وما هو الوضع؟ سيدتي الفاضلة، يجب أن نعلم أن ملف الهجرة بالمغرب من الملفات التي تحرص السلطات المغربية على حسن تدبيرها، سواء من خلال تفعيل سياسة الإدماج الكامل للاجئين والمهاجرين، أو التصدي كذلك من خلال العمليات الأمنية لمختلف الشبكات الإجرامية التي تنشط في ميدان الهجرة والاتجار بالبشر. نعلم أن سياسة الهجرة واللجوء في المملكة المغربية تتميز بمسألة مهمة، وهي برنامج الإدماج المهاجرين الذي انطلق منذ سنة 2013، وهو مسألة نعتبرها من باب حوكمة الهجرة، وهو تفعيل كذلك للتعليمات الملكية السامية، خاصة في بعدها الإنساني واحترامها لحقوق الإنسان وكرامة المهاجرين. كذلك نعلم أن طريق إدماج المهاجرين في المجتمع المغربي ليس بالأمر السهل، ولكن نعلم أنه في بعده هذا يهدف إلى منح أولا الحق في التعليم والسكن والصحة، وكلها تدخل في إطار البرنامج أو السياسة الوطنية للهجرة، والتي سنتطرق إليها بشكل بالتفصيل حين طرحكم لبعض المعطيات المتعلقة بالإدماج. كذلك نعلم أن هناك إدماج خاصة في منطقة سوس، هناك ومسألة تسجيل الأطفال في الحالة المدنية، إحصاء عدد العاملين في القطاع الفلاحي خاصة في منطقة شتوكا إتباها التابعة لعمارة شتوكا إتباها. هناك كذلك إشادة قوية على المستوى الدولي بهذه البرامج. المغرب الآن أصبح يحتذى به في مسألة تدبير ملف الهجرة. هذه أمور نعلمها جيدا، وبالتالي فإنه عمل جبار مشترك ما بين الفاعل السياسي والفاعل المدني ليتم إنجاحه. وشكرا. تمام تمام. طيب دكتور محمد بشرى، ما طبيعة المشاكل المتعلقة بقضايا الهجرة والمهاجرين وكيف ينظر إليها؟ نعم شكرا. بالنسبة لطبيعة المشاكل فهي شتى، من بينها مشكلة اللغة. المهاجر لما يأتي إلى دولة ما ولا يفهم لغة هذه الدولة، فهذا يشكل مشكلة وعرقلة للاندماج. وكذلك مشكلة الدين أيضا. بالنسبة للمغرب حالة خاصة، لما يأتي المهاجر وهو لا يفهم لغة هذه البلاد ولا يتدين بدين هذه البلاد، فهذا يشكل بعض العراقيل، لأننا لاحظنا
أن بعض المسيحيين المهاجرين الذين يعلقون غالبا صلبانهم على صدورهم، هذا قد يسبب استفزازا بالنسبة للشعب المغربي المتدين. ولاحظنا أن المسلمين المهاجرين الأفارقة الذين يأتون هنا في المغرب ويصلون في المساجد ويعرفون في الأحياء بسلوك جيد، فإنهم يعاملون معاملة طيبة. ولهذا دائما أنا حينما أتكلم معهم في ما في الإذاعات أو في التلفزات العالمية أو المحلية، أحضهم وأحثهم على مراعاة ظروف البلاد الاجتماعية والدينية وغيرها والسياسية أيضا. ولهذا هذه العوامل التي تسبب بعض المشاكل أو مشاكل الاندماج في البلد الذي يحلون فيه. نعم. طيب سيد السبعي، ما طبيعة التحديات والصعوبات التي قد تعترض اندماج المهاجرين الأفارقة في المجتمع المغربي؟ أستاذ الفاضلة، أضم صوتي إلى ضيفنا الكريم من الشقيقة السنغال وأقول الحمد لله المغرب تطور كثيرا بخصوص رؤيته إلى الآخر. المغرب الآن من الدول المعترف بها في احترامها لحقوق الإنسان في معناها الشمولي. هناك تقارير دولية تؤكد على أن المغرب خطى خطوات مهمة في احترام خصوصية الآخر واحترام عقيدته واحترام بعده الثقافي، لكن فعلا تبقى مسألة اللغة والدين من المسائل المرتبطة بسهولة الإدماج، لأن هناك طبعا صعوبات. صعوبة تأتي في أمرين: إذا ذهبنا إلى البعد المرتبط بالدول الأوروبية، وأقول هنا البعد الأوروبي وهو حتى الفرنكوفوني، فإنه يذهب إلى ضرورة لكي يندمج المهاجر أن يتخلى عن ثقافته، أن ينسلخ عن ثقافته، عن إرثه الثقافي، عن منظومته المرجعية الدينية أو الثقافية الوطنية أو غيرها. بالعكس، أن في النظام الأنجلوساكسوني، وهنا مثال للمدرسة الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الهجرة، على أن تحتفظ للمواطن الذي يهاجر إلى هذه البلدان بثقافته، بخصوصيته، وبحمولته، ويبقى ارتباطه شبه ارتباط إداري، ارتباط أنه يتمتع بذات الحقوق التي يتمتع باقي المواطنين مع احترام ثقافته. هذا ما أدى بهذه الدول أن تتطور، ونموذج الأمريكي نموذج يحتذى به، لأن الولايات المتحدة الأمريكية خليط من شعوب مختلفة ولكن أنتجت حضارة معينة وفرضت نظاما في العالم نعلمه جيدا. موضوع في المملكة المغربية والحمد لله مع السياسة الوطنية للهجرة، هناك هدف إلى إدماج من خلال الأهداف المسطرة، وهناك من يسهر على تتبع هذه الأهداف، مؤسسات تابعة للدولة، منها كذلك المجلس الوطني وحقوق الإنسان ولجانه الجهوية التي تنتشر على 12 جهة، خاصة لجان الحماية ولجان تتبع السياسات العمومية. وهناك طبعا هناك 82 عملية تم تحديدها في إطار 11 برنامج تهدف إلى من ناحية التربية والثقافة إدماج أبناء المهاجرين، من ناحية الثقافة الأنشطة من أنشطة الإنسان الإفريقي، نحن جزء من إفريقيا، وبالتالي فإن ثقافتنا أو مركز الثقافي هو جزء من هذه الثقافة. إذن المسألة التي تأتي الآن هو ظهور بعض بوادر العنصرية وبعض بوادر يعني نبذ الآخر التي أعتبرها استثناء من القاعدة العامة. لذلك يجب النظر حتى من بحيث الباحثين الأكاديميين، لماذا نستعمل مهاجرين بالنسبة للأشخاص من جنوب الصحراء ونعتبر من غيرهم من يأتي من أوروبا بالمغتربين أو الأجانب؟ وهذا أمر خاطئ. فالمغرب الآن لم يعد فقط بلد للتصدير بل للهجرة بل للاستقرار، وكذلك بلد هجرة من الشمال نحو الجنوب. وشكرا. طيب سنأتي لمسألة البحث العلمي والتحليل الأكاديمي أستاذ سبعي، ولكن دعني أنتقل لدكتور محمد بشرى بخصوص وضعية المهاجرين الأفارقة في المغرب. يعني ما طبيعة مقاربات التعاطي مع إشكالية التسوية والإدماج؟ نعم، في الحقيقة الحكومة المغربية برئاسة صاحب الجلالة نصره الله أعطت تعليمات واضحة في هذا الصدد، بحيث يجب يعني
تسوية أوضاع المهاجرين إداريا وقانونيا، خصوصا الذين مكثوا في المغرب سنوات أو تزوجوا أو كذا، ولكن ما زالت المشاكل عالقة بالنسبة للإدارات ومخافر الشرطة مثلا. فهناك بعض الصعوبات التي يعاني منها سكان يعني المهاجرون من حيث الأوراق، تسهيل الأوراق لهؤلاء، خصوصا الذين مكثوا كثيرا والذين تبين على أنهم مستقيمون أخلاقيا وأنهم يمارسون المهن التجارية أو العلمية أو غير ذلك. نعم. فهؤلاء يجدون صعوبات، رغم أن نحن لما نتراءى مع الوزراء ومع الشخصيات يقولون بأن الأمور ما شاء الله واضحة وأن المساطير واضحة، وأن خصوصا السنغال والمغرب أو بعض دول جنوب أفريقيا الفرنكوفونية، يعني هؤلاء مثلا في البلاد الأفريقية لما يأتون المغاربة لما يأتون هناك يجدون أوضاع يعني صالحة، يندمجون في الدراسة، يندمجون في التجارة، يندمجون في كل شيء يعني. ولكن هنا مع الأسف هناك عراقيل توجد من بعض السلطات الإدارية المحلية، إلا أن المسطرة واضحة من حيث القانون، ولكن رغم ذلك في الحقيقة هناك صعوبات يجب تسهيل. مثلا المتزوجين الأفارقة مثلا للمغربيات حتى الآن ولو مكثوا سنوات عشر أكثر من 10 سنوات فإنهم يجددون كل سنة يعني هذا بطاقة الإقامة، إقامة نعم، وغير ذلك من الأمور يعني التي ما زال نعم. ما زالت يعني عادقة في نعم. أستاذ سبعي، عطفا على ما تفضل به دكتور محمد بشرى، يعني فيما يتعلق بالرصد أو الوقوف أمام مختلف أشكال التمييز ضد المهاجرين الأفارقة في المغرب، أين تتجلى أهمية دور المجتمع المدني في التوعية في نشر ثقافة التعايش وقبول الآخر؟ سيدتي الفاضلة، يجب أولا في إطار تعقيبي على الضيف الكريم والشقيق الكريم على أن المغرب يعتبر من البلدان الوحيدة، أريد أن أقول لا في العالم العربي ولا في إفريقيا، التي دخلت في إطار منذ 2013 في عملية تسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين بالمغرب أو غير النظاميين بالمغرب. نعلم أنه تم هناك إعطاء انطلاق عملية 2014 و2016 والمجتمع المدني كان مشاركا في عملية التسوية. أكثر من ذلك أن المجتمع المدني كان كذلك مشاركا في عملية البت في الطعون من خلال هيئات حكامة وجمعيات ناشطة، إضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الفاعلين الإداريين المتدخلين في هذه العملية. يجب أن نعلم كذلك أن المغرب في هذه العملية، وكنت عضوا في لجنة إقليمية هنا بولاية أكادير، أنه يتم التساهل في كثير من أمور في عقود الشغل، مع أننا نعلم أن عقود الشغل بالنسبة لتوريد العمالة الأجنبية تخضع لمقتضيات صارمة بخصوص مدونة الشغل، يجب أن يتم التصريح والمصادقة عليها لدى سلطات البلد المصدر لهذه العمالة. كذلك بالنسبة لعقود الزواج، وجدنا أن فعلا هناك فارقة، خاصة السنغاليين متزوجين من مغربيات ولهم أبناء وتم تسجيل أبنائهم هذا، ولكن نعلم أنه كذلك المجتمع المدني والفاعلين الحقوقيين وحد حقوقهم دافعوا عن الإنسان في معناها الإنساني، في معناها الكوني، بغض النظر عن جنسيته ودينه. ولكن هناك طبعا عراقيل لا خاصة العراقيل القانونية أو التصدم مع القانون. القانون يطبق على المغاربة كما يطبق على الأجانب على حد السواء. أكيد. لا يمكن السماح مثلا بوجود باعة متجولين مغاربة أو أفارقة في مكان معين دون الحصول على ترخيص. هناك نظام معين يجب الخضوع له، ولكن أن نقول أن هناك عنصرية تجاه خاصة السنغاليين والعديد من رعايا دول شقيقة إفريقية يتمتعون بأمور كالتي يتمتع بها المغاربة. نحن بالبارحة في اللجان المتعلقة بحماية العنف ضد النساء يتم هنا النظر كذلك في ملفات العنف ضد الأطفال الأفارقة الأحداث أو القاصرين، يتم تمتيعهم بالحقوق المتعلقة بالأطفال الأحداث المغاربة وغيرهم القانون. جيد.
بشكل جميل، ولكن كذلك المرأة هناك خلايا تتبع وضعيتها. الجانب الإنساني لدى الشركة في المجتمع المدني بشكل كبير هو حالة كوفيد 19 التي الكارثة الإنسانية التي عمت كل البلدان. تعلمون أنه تم جمع الأفارقة الذين هم في وضعية غير، ولا أقول فقط هناك لاجئين من دول شقيقة كسوريا، جمعهم في أماكن مخصصة وحمايتهم وإعطائهم المؤونة والأكل، لدرجة أنه تم توزيع قفف على بعض الأسر المعوزة في مدينة إنزغر من المهاجرين. هذا كله يدخل في أن المجتمع المدني شريك استراتيجي للدولة في تنزيل سياستها العمومية، وبالتالي أظن أن المقاربة الحقوقية طبقت بامتياز في هذا الجانب. جيد. طيب دكتور محمد بشرى عيسى، ما هي الإكراهات التي قد تحول دون اندماج المهاجرين الأفارقة في النسيج الاجتماعي؟ يعني هل ربما على المستوى القانوني، الاقتصادي، الثقافي والديني أيضا؟ نعم، شكرا أيتها الصحفية القديرة، هذا السؤال مهم في محله. طبعا مما يسهل لهم الاندماج في البلاد، أولا كما قلت فهم هذه اللغة، وكذلك الانسجام مع الشعب وتفهم طبيعة هذا الشعب وحضارة هذا الشعب وتاريخ هذا الشعب وكذلك مسلماته. نحن نعرف أن المغرب ناس شعب طيب وشعب متفاهم، خصوصا إذا حاولت أن تتفهم أو تتفهم حضارته وتاريخه وتحترمه، وتجد كل شيء ما كل ما تريده يمكن أن تجده في المغرب في الحقيقة. ولكن إذا كان إنسان نوعا ما يسبق فكرة أولا على أن المغاربة كذا وأن كذا أو كذا، هذا قد يسبب بعض المشاكل. وكذلك إنسان الذي يجد عمله في مكان ما بأوراق مقبولة يستطيع أن يبقى سالما وبدون أي مشكل. المشكلة الكبرى هي الكبير الذين يعني يمرون يريدون أن يعبروا من هنا إلى الديار الأوروبية ويبقوا في أماكن خاصة بهم، وقد يمارسوا بعض الأمور لأسباب ما أو لضغوط ما، فهذه الأمور قد تسبب بعض المشاكل. أما الإنسان إذا جاء في المغرب وتفاهم مع المغاربة وسلك عملا واحترم نفسه واحترم الآخرين، فلا أظن أن فقط كما قلت المشكلة الإدارية في بعض الأحيان يعني أوراق من قبل السلطة، ترى شخصا يعمل ويجتهد ويفعل كل شيء ورغم ذلك يذهب إلى السلطة فيحصلون له عن مشاكل، عن مثال لا أقول طيب. مشاكل بل أوراق صعبة أموره غاية في يعني هم دائما يأتون إلينا ويشكون مشاكلهم. نعم، سأتقل بعد إذنك دكتور محمد بشرى إلى الأستاذ سباعي فيما يتعلق بإدماج ميسر للمهاجرين الأجانب في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والثقافي المغربي تحديدا. ما هي الحلول؟ ما هي المقاربة المتاحة رسميا وجمعويا؟ وقبل قليل تحدثنا عن أهمية البحث العلمي وأيضا التحليل الأكاديمي في معالجة هذه المشاكل فيما يتعلق بالمهاجرين الأفارقة. سيدتي الفاضلة، يجب أن نكون جازمين على أن مسألة الهجرة هي مسألة مستمرة على مستوى الزمان والمكان، وبالتالي فلا يمكن أن نحد من تدفقات الهجرة. أضافت إليها الآن مشاكل مرتبطة بالحروب، مرتبطة بالتغيرات المناخية، مرتبطة بالأزمات الاقتصادية وغيرها. هناك قاعدة تقول أن الإنسان يهاجر حيث هناك الثروات، والخطير في الأمر أن الإنسان الفقير يترك ثرواته ويهاجر نحو دول الشمال التي ليست بها ثروات. أوروبا لا تمتلك ثروات، أوروبا استفادت من الثروة العلمية للآخر، استفادت من الثقافة، واستفادت عفوا من العلم، من المواد الأولية والمواد النفيسة والثروات من دول مستعمراتها بإفريقيا، من إفريقيا. هناك الأهم في إطار السياسة الوطنية لإدماج كما قلت، والتي وضعت مقاربة حقوقية إنسانية في معناها الشمولي، أن هناك استراتيجية أكثر
وهذه الاستراتيجية هي التي دافع عنها المغرب، دافعت عنها المملكة الأوروبية أمام الاتحاد الأوروبي، دافع عنها تقرير الهجرة الذي أعده صاحب الجلالة والذي تلاه بالنيابة العام ناصر بوريطة في القمة الثانية لأديس أبابا بعد عودة المغرب لحضنه الإفريقي، دافع على أننا يجب أن على هذه الدول التي تعاني من تدفقات الهجرات من إفريقيا أن تدعم الديمقراطية، أن تدعم حقوق الإنسان، أن تترك الثروات لأهلها، أن تساهم في التنمية. نعم. هذا ما وقع في إدماج إدماج الأفارقة، وأنا كنت ونحن أفارقة كذلك، لا يجب أن ننكر ذلك، نحن جزء طيب من إفريقيا. طيب ما هي المقاربات المتاحة؟ نعم. اليوم ما هي المقاربات المتاحة والممكنة ببلدنا؟ المقاربات الممكنة اليوم أنها مقاربة في الإدماج في التعليم. هل هناك ثمة تصورات اقتراحات كفيلة بإدماج المهاجر الأفريقي؟ هناك اقتراحات مهمة. الآن المؤسسات التعليمية تقبل تسجيل أبناء الأفارقة المهاجرين من ليس فقط من دول جنوب الصحراء بل حتى من اللاجئين السوريين أو غيرهم، كذلك يستفيدون من الصحة، قطاع الصحة. طيب. كذلك هناك استفادة من الخدمات القانونية والمساعدة القضائية في حالات معينة، إضافة وهو الأهم أن هذا الإدماج مكنهم من الاشتغال في مؤسسات، وكنت واقفا على أحد الملفات التي فضل صاحبها العودة إلى بلده لأنه تعلم حرفة يستطيع العيش من خلالها. نعم. طيب على ما يبدو قد وصلنا لختام هذا التحدي، كل الشكر لكم الأستاذ حسين بكار سباعي محام وباحث في شؤون الهجرة وحقوق الإنسان ورئيس مرصد الجنوب لحقوق الأجانب والهجرة، شكرا جزيلا نورتني، مرحبا. الشكر أيضا للدكتور محمد بشر عيسى جيي رئيس الجامعة الأفريقية العربية الإسلامية القاضي عمار فال بالسنغال ورئيس المنتدى العالمي للأبحاث والدراسات الأفرو عربية والإسلامية، شكرا جزيلا لك دكتور نورتني، مرحبا، شكرا لكما. مرحبا. كل شكر أيضا لفريق العمل، شكرا لكم مشاهدين على كرم المتابعة، وليبقى الرجاء دائما في لقائكم غدا وتحدي جديد مع كامل محبتي.